الله عليكم. المستمع إبراهيم عبد العظيم آدم من بني سويف الفشن الفنة الغربية من مصر، مقيم في السعودية، يقول: ذكر لي أن نعش أحد الموتى عندنا في القرية صار يطير في الهواء، وعجزت الشرطة على حين عجزت الشرطة عن حمله من الأرض، مما جعل بعض العوام يتعلقون به ويبنون عليه ضريحا يزار، وينذرون له ويسألونه ويتقربون بذلك إلى الله تعالى، ويظنون ذلك من الكرامات، ويدعون أن مثل هؤلاء هم أولياء الله، ويقولون إن هذه هي البشرى في الحياة الدنيا التي وردت في الآية. فما توجيهكم أثابكم الله؟ هذا الخبر إما أنه كذب مفترى ولم يقع، وإنما هو من افتراء الكذبة والمشعوذين، وإما إن كان واقعا فإنه من عمل الشياطين. فيمكن أن الشياطين تحمل الجنازة وتطير بها في الهواء من أجل إغواء بني آدم، ولذلك حصل المقصود وجودهم، لأن أضلوا هؤلاء الرعاع اعتقدوا في هذا الميت وبنوا على قبره تلك البنية ليعبد من دون الله، وهذا هو مقصود الشيطان. الحاصل أن هذا الخبر إما أنه كذب من أصله، وإما أنه من عمل الشياطين لإغواء بني آدم. نعم. هل يؤثر ذلك أو يجعل عمل هؤلاء صحيحا لو كان صح ما ذكر؟ ذكرنا إن كان واقعا فإنه من عمل الشياطين ولا يغتر به، ويجب هدم هذه البنية التي على القبر. نعم.